بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سماحة الخليفة الشيخ أبي بكر محمد المنصور وكافة خلفاء المراكز الصوفية في السنغال، السادة الأفاضل خلفاء المراكز الصوفية في السنغال، أصحاب الفضيلة من الأئمة والعلماء والمقدمين ورؤساء الاتحادات والدوائر، أيها الحضور المبارك من الشباب والنساء، أيها الأحباب الأوفياء أبناء الحضرة التجانية وعلى رأسهم شيخ محمد فتاسار، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الشرف والاعتزاز أن نشارككم اليوم هذه المناسبة الدينية الروحية والذكرى الطيبة، ولا يسعنا في البداية إلا أن نتقدم بخالص الدعاء وجميل الثناء وجزيل الشكر لسماحة الخليفة الشيخ أبي بكر منصور حفظه الله ورعاه وجميع المشائخ خلفاء الطريقة التجانية والطرق الصوفية كلها في السنغال، كل الجهود المبذولة لتنظيم هذا الذي ننتظر من مضاعفة الجهود لخدمة الإسلام والمسلمين والطريقة الأحمدية المحمدية التجانية التي أسست على الكتاب والسنة. أيها الإخوة والأحباب الكرام، نوصيكم بتقوى الله وإخلاص العبادة له وحده والتمسك بشروط وآداب ولوازم طريقتنا الغراء والتقيد بتعاليمها السنية السنية ونبذ البدع والخرافات وجميع الأشياء التي لا مستند لها في منهج الطريقة التجانية. كما ندعوكم أيها الإخوة والأحباب أيضا إلى الوحدة، إلى الوحدة والتآلف والتضامن والتعاون على البر والتقوى والتخلق بأخلاق الإسلام والسعي الدؤوب لابتغاء مرضات الله عز وجل والابتعاد الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء والتنازع والتخالف والتشبث بالشبهات وكل أنواع الدعات التي يحذرنا منها شيخنا سيدي أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه. فالطريقة التجانية طريقة علم وعمل وأخلاق وعبادة وتربية وترقية، وكذلك نوصي أنفسنا وإياكم بصدق المحبة التي بروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة الذي من لم يظفر بها فعيشه في غاية الهموم والآلام. وفي الختام نكرر جزيل الشكر والامتنان إلى كافة الطرق الصوفية وإلى الشعب السنغالي المسلم بكافة فئاته الدينية وإلى أبناء الحضرة التجانية القائمين على تنظيم هذه الحضرة المباركة وعلى رأسهم محمد فتاسار، ونشجعهم على المضي قدما إلى الأمام. وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي سانغ بي دا فا واخنا غيناو بيمو نويو خليفه بي سيرن بابكر محمد المنصور نويو مبولم خلفاء ييغا خامني ньо نانك طريقه بي في تي بير سنغال كير يو ماك ييب كاتيا نيك تي كانام دي فا خليفه نينا ميغي لاي نويو ميغي نويو ايتام بروم خام خام يي اليمان ييك مقدم ييك ني جيت دائره ييك كورديناسيون يي نيوم نييب ميغي لين دي نويو ميغي نويو تام نجابور بو باخ ييغا خامني ньо في تيو ني دي اي ني
ñi di ay ndaw mi ngi nuyu soppe yi nga xamne bi ño di abnaul hadra atijaniya te cheikh mohammed fatta sa jitako waye fatewul itam kilifa gi nga xamne mo ngank rewmi te moñu dalal muy president Macky Sall ak mbollem delegation bi nga xamne ño ñew wutuko fi al hadji pap sanya jitako di nuyu itam maire dekk bi al hadji ahmed haydara di nuyu itam njaati gem bi nga xamne moko dalal sank fa lañu yendu mudi aliyum sall tabarakallah serign bi neena mi ngi nuyu mbolo mi fi dajje yeb soppe cheikhna tidiane sharif yi fi dajje yeb mi ngi len di wax da dal di setti sidina cheikh radiyallahu am nañ bekte mu reuy ki bok ak ñun dajje bu tedd bi nga xamne da fay dundal roxu doomu adama ci ñal ben gi nak mi ngi sante kilifa gi nga xamne mo fi wutu serigne abdul aziz al amin nga xamne li mo ci joxe won ndigal dan ko taxawel bopam ba yalla dogal limu dogal serigne pap malik wutu won ko ci diko taxawé ba yalla dogal limu dogal kon serigne babakar mansour neena ñing koy sante di sante cheikh al hadji malik ñom ñi nga xamne ño ouf njabot gi ak kilifa l'islam biñ ko sekkal yeb fa tabarakallah neena mi ngi sante bu baakha baax mbolam effort yi nga xamne njabot gi ñing koy def pour organiser dajé bu toll ni nga xamné aduna bu yépp ngi fi ma sha Allah dajé bi nak néna liñ ci yaakar su paré ñu mën ci amé résultat yo xamné dana nek namal islam ligéyal ak julit ñëpp ak tariqa bi nga xamné leppam ci alquran ak sunna lako cheikhna tidiane sharif tek néna lim ñuy denk ñun talibé yi modi nañu bayyi xel yalla ñu ragal ko wa ikhlasul ibadati lahu wahda buñuy jaamu nañu selal suñu jaamu ta xamne yalla rek mo yeyu ñu jaamoko bu ko defé ñu japp itam nak tariqa bi nga xamne suñu sëriñ bobu moy suñu wasila tariqa bi nak neena amna ay shar ay teggin amna ay yu bare bare yo xamne moko teye ñu jang ko ba xam ko diko jëfëndiko teñku itam ci taalim yi nga xamne mom la tariqa bi joxe takawé lool moy teñdiko lepp lo xamne bidala lepp lo xamne légende la ñu duggal ko ci te boko duggalon ci tariqa bi amul ben wëru way neena ñu fexé ba bayiko mu dem neena mi ngi wo jigen ñi ak soppe yi ñep ñu and nek ben joxante lox nanu way yi mëna wuté kër yu magi mëna wuté way ñun ñep ben sëriñ lañu am muy cheikh natijani sharif radiyallahu anhu kon war nañu mëna joxante loxo and nek ben ñu solidariser itam ci suñu digënté jappulenté dimbulenté ci lu bax ak ragal yalla ak jikko wo jikoy l'islam julit da fay jukke wo julle wo da fay jikko wo jikoy l'islam lepp lu ñuy def itam nañ ko def ta yalla tax ndax moy tax mu am njariñ nañu sori lepp lo xamné buñ ko defé da fay jur nono ak bañanté ak xëccio ak wuté ak topu mbéx mi rek ak folklore yi ak fop néna lolu cheikhou natijani sharif radiyallahu anhu daf koy téré bokul ci tariqam fa tariqatu tijaniyatu tariqatu ilmin neena tariqa bi ku ci bok da nga wara jang ba xam sa diini wa amalin bo jange ba nopi na nga jëfé li nga jang wa akhlaqin na nga jikko wo jikko yu rafet ndax zikri bi ngay def mudi la ilaha illallah wala salatu al-fatih bi wala jawharatu al-kamal wala istighfar bi dafa wara genné ci yow jikko yu ñaaw yi jikko yu bon yeb fa tabarakallah tariqa itam jaamu yalla la ak defal ruh neena kon mi ngi denk bopam di ñu denk ñun ñep ñu jema deggal suñu ciofel ndax lu way am ci lu bax rek ba ban ko jariñu ëlëk ginaaw yalla ciofel mo la ko may ciofel da fay dundal xol da fay dundal ruh da fay sétal nagu bëtt kep ko xamne xañ nañ la ciofel danaka yak nit ku genn aduna yena bokku yam moy leer gi nga xamne ku ko ñak yaangi nuur ci bir geejju ay lendem neena ciof mahabba bobu moy sa menteni bi kumu nekul ci yow xéti fébar yépp dana wacc ci sa xol néna ciofel moy banex bi nga xamné kuko amul sa dundu ci nakar ngay dëkk ak méré ko la defal dara ak kanam gu ñëk ta fekk kèn toñu la yaat sa bop néna ci ñal ci mujj gi nak mi nga yéssal cient jëme ko ci mbolém trok sofi yi fi nek yépp waaw yamul rek ci tidiane yi mbollem turuqi mo xam murid la mo xam qadir la mo xam layit ak tariqa bo meuna aju cherif neena ñi ngi lay nuyu dila tal loxo mbokk l'islam mi ngi sante itam population senegal bepp fa tabarakallah fu ci way meuna bok cherif neena mi ngi lay sante mi ngi lay gërem waye mi ngi gërem abnaul hadra at tijaniya nga xamne ño organiser li tek ko jite moy mohammed fatta sar
sen responsable moral di serigne mohammed al mustafa si al amin ak mbollem ñukoy jappelé mi ngi len di wax ne wey len ci kanam liggey len te bu len ci bolé wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.